السلام عليكم يا سنة ستة، النهاردة هناخد درس جديد بيتكلم عن مشكلات الصناعة، مشكلات الصناعة والبيئة الصناعية وكيفية التغلب عليها. مشكلات الصناعة والبيئة الصناعية وكيفية التغلب عليها، يعني أنا هتكلم عن المشكلات اللي بتواجه الصناعة وفي نفس الوقت في مشكلات تانية بتواجه البيئة الصناعية. طيب أنا دلوقتي هتكلم عن المشكلات اللي بتواجه الصناعة. إيه هي المشكلات اللي بتواجه الصناعة سنة ستة في مصر؟ ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ونقص الكوادر الفنية والتكلفة الزائدة لمصادر الطاقة. تعالي نعيد الثلاثة دول تاني. سنة ستة، ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ونقص الكوادر الفنية والتكلفة الزائدة لمصادر الطاقة وانخفاض جودة المنتجات الصناعية، انخفاض جودة المنتجات الصناعية والتهرب الجمركي. استنى هنا بس معايا يا سنة ستة، يعني ايه تهرب جمركي؟ التهرب الجمركي يا سنة ستة يعني التهرب من الرسوم اللي بتفرضها الدولة على السلع المستوردة. التهرب من الرسوم اللي بتفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج ليه؟ علشان تحمي الانتاج المحلي. يبقى لما يجي ويقول لي ما المقصود بالتهرب الجمركي يا سنة ستة، هقول له هو التهرب من الرسوم التي تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج. ليه؟ لحماية الانتاج المحلي. لحماية الانتاج الايه؟ المحلي. يبقى التهرب الجمركي، هنعيدها مع بعض تاني يا سنة ستة، وهي التهرب من الرسوم التي تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج لحماية الانتاج المحلي. تعالوا نكمل باقي المشكلات التي بتواجه الصناعة. المشكلات التي بتواجه الايه؟ الصناعة. قلت ارتفاع أسعار المواد الخام، نعيدهم تاني يا سنة ستة، ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، نقص الكوادر الفنية والتكلفة الزائدة لمصادر الطاقة، انخفاض جودة المنتجات الصناعية والتهرب الجمركي، وقلة إقبال أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار الصناعي. قلة إقبال أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار الصناعي. يبقى لما يجي يقول لي أكمل العبارة الآتية من المشكلات التي تواجه الصناعة نقط ونقط ونقط، هقول له ارتفاع أسعار المواد الخام، ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ونقص الكوادر الفنية والتكلفة الزائدة لمصادر الطاقة وانخفاض جودة المنتجات الصناعية والتهرب الجمركي وقلة إقبال أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار الصناعي. كده اتكلمت عن أهم المشكلات اللي بتواجه الصناعة في مصر. طيب هتكلم عن المشكلات اللي بتواجه البيئة الصناعية في مصر. ايه هي مشكلات البيئه الصناعيه في مصر؟ ركز معايا سنه سته، انا عندي اول مشكله وهي التلوث البيئي. التلوث البيئي بترجع لسببين يا سنه سته. اول حاجه وهي انبعاث الابخره والغازات المتصاعده من مداخن المصانع مما يؤدي لتلوث الهواء. يبقى انا اول حاجه رقم واحد وهي تلوث الهواء بسبب ايه؟ بسبب انبعاث الابخره والغازات المتصاعده من مداخن المصانع. طيب المشكله الثانيه ايه هي؟ القاء المخلفات السائله للمصانع في المجاري المائيه. القاء المخلفات السائله للمصانع في المجاري المائيه مثل ايه؟ مثل نهر النيل. ده بيؤدي الى تلوث الماء. تلوث الماء وايه تاني؟ وموت الاسماك والكائنات الحيه. يبقى انا مشكلات البيئه الصناعيه في مصر بسبب التلوث البيئي. التلوث البيئي لسببين، قلت تلوث الهواء وتلوث الماء. تلوث الهواء قلت بسبب انبعاث الابخره والغازات المتصاعده من مداخن المصانع. طيب تلوث الماء بسبب ايه؟ بسبب القاء المخلفات السائله للمصانع في المجاري المائيه زي نهر النيل، قلت بيؤدي لتلوث الماء وموت الاسماك والكائنات الحيه. يبقى اول مشكله وهي ايه سنه سته؟ وهي التلوث البيئي، وعرفنا ايه اسباب التلوث البيئي. طيب تاني مشكله وهي ايه؟ استنزاف الموارد الطبيعيه. استنزاف الموارد الطبيعية نتيجة للاستخدام السيء. معايا سنة ستة، يعني ايه استنزاف؟ الاستنزاف يعني هو الإفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية. بشكل يؤدي إلى نفاذها. يبقى الاستنزاف هو الإفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية. بشكل يؤدي إلى
ايه؟ نفاذها. يبقى دي تاني مشكله وهي استنزاف الموارد الطبيعيه نتيجه الاستخدام الايه؟ السيء. تالت مشكله اللي بتواجه البيئه الصناعيه وهي ايه؟ وهي ازدحام المدن. ازدحام الايه؟ المدن. ازدحام المدن وانتشار المناطق العشوائيه. ازدحام المدن وانتشار المناطق العشوائيه. المدن بتزدحم ليه يا سنة ستة؟ المدن بتزدحم بسبب هجرة سكان الريف إلى البيئة الصناعية. تاني معايا، ازدحام المدن وانتشار المناطق العشوائية بسبب هجرة سكان الريف إلى البيئة الإيه؟ الصناعية. يبقى أنا عندي ثلاث مشكلات دلوقتي بتواجه البيئة الصناعية في مصر. إيه هي؟ قلنا تلوث بيئي والتلوث البيئي لسببين، قلت تلوث الماء وتلوث الهواء. تلوث الهواء بسبب انبعاث الأبخرة والغازات المتصاعدة من مداخن المصانع، وطبعا ده بيؤدي الى تلوث الايه؟ الهواء. وقلت القاء المخلفات السائله للمصانع في المجاري المائيه مثل نهر النيل، ده بيؤدي الى تلوث الهواء، تلوث الماء وموت الاسماك والكائنات الحيه. وقلت مشكلة تانية وهي استنزاف الموارد الطبيعية نتيجة الاستخدام السيء، وعرفنا يعني ايه الاستنزاف. قلت هو الإفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية بشكل يؤدي إلى نفاذها. طيب والمشكلة الثالثة قلت ازدحام المدن وظهور المناطق العشوائية بسبب هجرة سكان الريف الى الايه؟ الى البيئه الصناعيه. يبقى لما يجي ويقول لي اكمل العباره الاتيه من مشكلات البيئه الصناعيه نقط ونقط، يبقى عندي التلوث البيئي واستنزاف الموارد الطبيعيه وازدحام المدن وانتشار مناطق الايه؟ العشوائيه. طيب ركز معايا سنه سته، هتكلم عن مظاهر اهتمام الدوله بالمناطق الصناعيه. مظاهر اهتمام الدوله بالمناطق الصناعيه. طيب انا دلوقتي خلي بالك عملت ايه الدوله علشان تهتم بالمناطق الصناعيه؟ رقم واحد وهي الانفتاح على العالم الخارجي. الانفتاح على العالم الخارجي. اهتمت الدولة ازاي بالصناعة؟ قلت الانفتاح على العالم الخارجي بتشجيع العرب والأجانب على الاستثمار في مجال الصناعة. يبقى الانفتاح على العالم الخارجي بتشجيع العرب والأجانب على الاستثمار في مجال الصناعة. فتح أسواق داخلية وخارجية جديدة. يبقى الدولة عملت إيه من مظاهر من شكل اهتمام الدولة بالصناعة؟ قلت الانفتاح على العالم الخارجي بتشجيع العرب والأجانب على الاستثمار في مجال الصناعة، وفتح أسواق داخلية وخارجية جديدة، واهتمت بالتعليم الفني والصناعي بهدف تخريج عمالة فنية مدربة، بهدف تخريج عمالة فنية ايه؟ مدربة. يبقى انا دلوقتي قلت الانفتاح على العالم الخارجي بتشجيع العرب والاجانب على الاستثمار في مجال الصناعة، وفتح اسواق داخلية وخارجية جديدة، والاهتمام بالتعليم الفني والصناعي بهدف تخريج عمالة فنية مدربة، ومحاولة تقليل حجم الواردات المصنعة من الخارج. محاولة تقليل حجم الواردات المصنعة من الخارج. يبقى مظاهر اهتمام الدولة بالصناعة، تعالوا نعيدهم تاني يا سنة ستة. الانفتاح على العالم الخارجي بتشجيع العرب والأجانب على الاستثمار في مجال الصناعة، فتح أسواق داخلية وخارجية جديدة، الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي بهدف تخريج عمالة فنية مدربة، محاولة تقليل حجم الواردات المصنعة من الخارج. دي مظاهر اهتمام الدولة بالصناعة. طيب ركز معايا سنة ستة، أنا عندي الأشجار دلوقتي بتمتص خمس إنتاج ثاني أكسيد الكربون. طيب أنا عندي في حاجة اسمها إنتاج نظيف. يعني إيه إنتاج نظيف؟ إنتاج نظيف يعني هو إنتاج بيقوم على المحافظة على المواد الخام ومصادر الطاقة. ليه؟ علشان يقلل من كمية النفايات. طب ده بيهدف إلى إيه؟ بيهدف إلى ترشيد استهلاك الخامات المستخدمة في العملية الإنتاجية، استبدال المواد الضارة بمواد آمنة، وإنتاج منتجات أقل استهلاكاً للطاقة وأقل ضرراً للبيئة، وإعادة استخدام المخلفات. هعيدها تاني يا سنة ستة. الأشجار بتمتص قلت خمس إنتاج ثاني أكسيد الكربون. الإنتاج النظيف يعني إيه إنتاج نظيف؟ قلت الإنتاج النظيف هو إنتاج بيقوم على المحافظة على المواد الخام ومصادر الطاقة للإقلال من كمية النفايات، ويهدف إلى إيه؟ بيهدف إلى ترشيد استهلاك الخامات المستخدمة
في العملية الإنتاجية، وقلت استبدال المواد الضارة بمواد آمنة، وإنتاج منتجات أقل استهلاكا للطاقة وأقل ضررا للبيئة، وإعادة استخدام المخلفات. آخر حاجة هتكلم عنها في درسنا النهاردة يا سنة ستة، وهي جهود الدولة لمواجهة مشكلات البيئة. نقل المصانع التي تضر بالبيئة خارج المناطق السكنية، إيه هي الجهود اللي قامت بها الدولة علشان تواجه مشكلات البيئة الصناعية؟ رقم واحد، نقل المصانع التي تضر بالبيئة خارج المناطق السكنية، والإكثار من إيه؟ من المساحات الخضراء زي الحدائق عشان تمتص الغازات الضارة. يبقى رقم واحد تاني سنة ستة، نقل المصانع التي تضر بالبيئة خارج المناطق السكنية والإكثار من المساحات الخضراء كالحدائق لامتصاص الغازات الضارة، وتركيب مرشحات على مداخل المصانع لمنع الغبار المنبعث منها زي مصانع الأسمنت. تاني معايا، تركيب مرشحات على مداخل المصانع لمنع الغبار المنبعث منها مثل مصانع الأسمنت، والاهتمام بتطوير الصناعة، الاهتمام بتطوير الصناعة وتعديل خطوط الإنتاج لتقليل العوادم والمخلفات، وإنشاء وزارة للبيئة، إنشاء وزارة للبيئة، إنشاء وزارة للبيئة ليه؟ لإصدار القوانين والتشريعات لحماية البيئة من الإيه؟ للأخطار. يبقى لما يجوا هنا ويقولي بما تفسر قامت الدولة بإنشاء وزارة للبيئة، هقول له ليه يا سنة ستة؟ لإصدار القوانين والتشريعات لحماية البيئة من الأخطار، لإصدار القوانين والتشريعات لحماية البيئة من الأخطار، والحد من الهجرة وبناء مدن سكنية جديدة، والحد من الهجرة وبناء مدن سكنية جديدة لسكان العشوائيات. تاني معايا سنة ستة، يبقى نعيد تاني مع بعض جهود الدولة لمواجهة مشكلات البيئة. قلت نقل المصانع التي تضر بالبيئة خارج المناطق السكنية، والإكثار من المساحات الخضراء كالحدائق لامتصاص الغازات الضارة، وتركيب مرشحات على مداخل المصانع لمنع الغبار المنبعث منها مثل مصانع الأسمنت، والاهتمام بتطوير الصناعة وتعديل خطوط الإنتاج لتقليل العوادم والمخلفات، وإنشاء وزارة للبيئة لإصدار القوانين والتشريعات لحماية البيئة من الأخطار، والحد من الهجرة وبناء مدن سكنية جديدة. بكده يكون خلص درسنا سنة ستة النهاردة، اتكلمنا عن المشكلات اللي بتواجه الصناعة، واتكلمنا عن مشكلات البيئة الصناعية، واتكلمنا عن مظاهر اهتمام الدولة بالصناعة، وآخر حاجة اتكلمنا عنها سنة ستة، وهي جهود الدولة لمواجهة مشكلات البيئة الصناعية. بيكون خلص درسنا سنة ستة، وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.